صباح الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تتفرق بعض الغيوم مع 39 درجة مئوية، الملموسة 36، الرطوبة حوالي 34%، والرياح تكون غربية الاتجاه معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون مقبول. بالنسبة للتوقعات الجوية نهار اليوم لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تكون الأجواء حارة ومستقرة بشكل عام، تبوك 37 إلى 26، سكاكا 38 إلى 27، وعرعر 37 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 40 إلى 28، جدة 34 إلى 28، مكة المكرمة 42 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 28، والطائف 31 إلى 22 درجة مئوية مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة، أبها 28 إلى 16 مع زخات رعدية من الأمطار، نفس الأجواء في الباحة مع 28 إلى 17، وجازان 35 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 38 إلى 27، حفر الباطن طقس صافي 38 إلى 23، والإحساء 41 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 39 إلى 26، بريدة 37 إلى 22، وحائل 34 إلى 22 درجة مئوية مع طقس صافي بشكل عام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.